إن شاء الله هذا الأسبوع يعني بعد التحية الطيبة لكل المستمعين داخل الوطن وخارج الوطن، هذا الأسبوع إن شاء الله سنتكلم عن الواقع المغربي في التغذية وبعد التحولات، يعني التحولات يعني كيفاش المجتمع المغربي كيفاش كان كيطيب كيفاش كان كياكل وكيفاش الآن، يعني مازال الحمد لله مازال خير مازال في المنطقة الخضراء، ولكن إذا زدنا أكثر غادي يكون عندنا يعني مشاكل، خصوص احنا كنلاحظوا الآن أن الأطفال الصغار يعني بدا عندنا يعني المشاكل بحال القضية ديال التوحد بحال لي زونفون تريزوميك يعني التتليت الصغري، بداو عندنا أشياء يعني كثيرة بحال الصرع ليبيليبسي ولا عندنا الصرع عند الأطفال يعني بدا كينتشر بكثرة. نعم هذه تحولات جميع الأمراض يعني بصفة عامة يمكن نقولوا المنبع الأساسي ديالها هو التغذية. نعم على المستوى القريب ولكن التغذية على المستوى البعيد. أكيد أكيد على الأقل هو كيلعب دور. أكيد لأن حتى التسعينيات يعني باقي الطب كيرفض العلاقة ديال التغذية بالسرطانات، ولكن الآن يعني العلاقة ديال التغذية مش التغذية إنما نمط العيش، أنا أقول نمط العيش هي تفوق 70% علاقتها بجميع الأمراض وخصوص السرطانات هي 70%. التحول المجتمعي في المغرب هو يعني معروف، هذا واقع لا يمكن أن ننكره، الواقع لا ينكر. فهذا الانتقال الأول اللي لاحظناه هو أن بدأوا الناس كينتقلوا من التغذية المنزلية إلى تغذية الشارع، يعني الناس كانوا كياكلوا في ديورهم، إلى درجة أن حتى الناس اللي كانوا بحال العمال بحال الناس اللي كيخدموا برا ولا حاجة كانوا كيديو معهم وجبات ديالهم معهم حاملينها فوق، يعني عنده واحد شنطة حامل فيها الماكلة ديالو غادي يمشي للعمل. هذا التحول طبعا كنتقلوا من حاجة معروفة، الناس من اللي كيطيبوا في الديور وكياكلوا في الدار في المنازل تيعرفوا اشنو تياكلوا وتيعرفوا اشنو طبخوا، ملي تياكل برا تيولي مجهول ما عارفش اشنو كل، اما مسائل صناعيه بحال المضافات، اما غش ربما يكون غش، اما ربما يكون هذاك الطبيخ قديم، اما ربما يكون غير معلب ويكون بايت، ومع الصباح هذاك الشخص يكون عنده ضمير منعدم ويبقى يعطي الناس، وربما عليًا ربما عن جهل، ربما يكون ما باغيش مناويش يهلك الناس ولكن يكون عن جهل. فهذا التحول يعني من التغذية المنزلية إلى تغذية الشوارع هذه يعني ولات واحد الكارثة عندنا خصوص الأطفال الصغار. نعم. كاين الآن أطفال يعني ما تيبغيوش ياكلوا كاع المواسم وما تيبغيوش ياكلوا في ديورهم، وملي كيخرج برا كيخصو ياكل برا وصافي، يعني أي شيء يعني أي شيء يعمل مثلا وجبة سريعة ولا يعمل أبوكاديو ولا ياخذ حلويات ولا ياخذ مثلا مشروبات ألبان ولا حاجة، المهم كاينين أطفال الآن رفضوا ولا عندهم رفض تام. كنلاحظوا يعني الحاجة الثانية أن حتى مذاق الناس، المذاق ديال الناس تبدل، ما بقاش ذاك المذاق ديال المنتوجات البلدية بحال الخبز الحامض بحال المذاق ديال بعض الخضر مثل اللفت الناس مابقاوش كيبغيو إلا في الكسكسو نهار الجمعة، ما اللفت هو الأصلي في التغذية ماشي البطاطيس مع الأسف الشديد. الآن الناس ملي كيمشيو للسوق كيقضيو ثلاثة الخضر أولا هما الأولين، كيقضي البصلة وماطيشو البطاطا عاد كيبدا يقلب شنو كاين، هذا خطا لان خطا لان السلوك الغذائي، الناس ملي كانوا كيمشيو للسوق كانوا كيشريو اشنو دخل السوق في هذاك الموسم، الا كان اللفت راه كيشريو اللفت، كان البصله حمراء كيشريو بصله حمراء، كان القرعه حرشه كيشريو قرعه حرشه، كانت البطاطا الحلوه كيشريو بطاطا حلوه، يعني ما كانش عندهم واحد حاجه ثابته طول السنه. وهذا المشكل ديال الاكل الثابت طول السنه فهو ما يعني عنده الاثر ديالو. ثم انتقلنا من الطبخ الى الشيء، معنى يعني كانوا الناس كيطيبوا بالمرق يعني الطبخ بالمرق الى الفريتير، هذا الشيء لان كنشوفوا النساء الان كل شيء كيحاولوا يقليوه، وهذه المقليات هي عندها ضرر، لان لحطينا مثلا خمسه الاطباق كلهم فيهم طبخ بالقلي غادي الكميه ديال البيروكسيدات تكون مرتفعه. ربما ما نردوش البال ولكن لا قلينا البطاطا وقلينا بدنجال نعم والسمك وعلينا هذه اشياء كلها كتولي كتزاد على بعضيتها. ثم يعني الانتقال الكبير هو مع الاسف الشديد ان التغذيه ديال المغاربه من قبل ما كان نبات ما كانش فيه لحوم بكثره، الان الاكل ديال المغاربه ولا فيه من اللحم بكثره، وهذا خطر كبير لان هذه الوجبات التقليديه من قبل كيفاش كانوا المغاربه كيعيشوا كانوا كياكلوا اللحم مره ولا مرتين في الاسبوع،
يعني وكاين اقل كاع، كاين الناس اللي ما كانوش كياكلوا حتى مره في الاسبوع، كانوا الناس كيتحركوا وعندهم دوره دمويه جيده، ما عندهم لا هشاشه عظام ولا فقر الدم ولا اي شيء. نعم، ومعروف الطاجين اللي فيه جميع انواع الخضر وما فيهش اللحم. نعم، كانوا كيسميوه الدواز في بعض المناطق، كانوا كيعملوه هكا، وحتى الطعام يعني حتى الكسكس ما كانوش كيعملوا فيه اللحم. فهذا التحول الى يعني من يعني من نبات للحيوان هو عنده واحد التاثير على المجتمع، ولينا كنشوفوا دابا من هذا غير هاد ثلاثه العوامل، الاكل برا، غير الاكل برا، ثم كثره المنتوجات الحيوانيه اللحوم على الخصوص، كنشوفوا ان الاطفال ولات عندهم واحد السمنه، ولكن ماشي يعني سمنه حقيقيه، ولا عندهم واحد الكريش هذاك البطن ديالهم ولا كيخرج، حتى يعني حتى الاطفال الصغار ولا عندهم واحد البطن ديالهم من القدام هذيك القريشه ولا كتبان عند ولاد والبنات بجوج ماشي غير هذا. فهاد العوامل الثلاثه الا زدنا عليها المغاربه ما كانوش كياكلوا السكريات اللي كثر من قبل، يلا كيديروا السكر في اتاي فقط، الان ولاو محليات كيماويه اللي ربما نتكلموا عليها فيما بعد ان شاء الله، ولاو المحليات الكيماويه ماشي سكريات، يعني كلمه سكر هي يعني خاصه بالمنتوج الطبيعي اللي كيتستخرج من قصر السكر ولا من الشمندر. نعم. هذا اللي كنديروا في اتاي. اما الحلوايج الاخرين الحلوين اللي كيكونوا في المشروبات الغازيه وفي الحلويات، هذوك كيتسموا محليات كيماويه اللي فيهم الاسبرتام ولا دي سلفات دو بوتاسيوم والسيكلامات والطوماتين، هادو محليات كيماويه، هادو لا ما كتهضمش، هذه كتدخل الجسم كتخربو وكتخرج يعني لا تهضم. فانتقلنا من هاد كثرة المحليات، يعني ما كانوش المغاربة نهائيا كياكلوا من قبل هاد المواد، الا نهار السوق كاين الاب كيجيب لولادو شي حليوات ولا فانيدة ولا حاجة، هذه ما كانت لا تؤثر على الصحة، حيت جسم الانسان ممكن يتحمل واحد السمومية يعني ضئيلة، ولكن الان هذا يعني من قبل قوية فبالتالي كل شيء كان قوي، يعني ما كانتش هشاشة العظام، ما كانش فقر الدم، ما كانش ألم المفاصل، ما كانش يعني الأمراض القلب والشرايين، ما كانش عندنا هذه المسائل. هذا التحول من هذا الاكل اللي مراقب في المنزل، الناس يعرفوا اشنو ياكلوا اشنو، تحولنا لواحد الاكل مجهول تماما، الناس يجهلون ماذا ياكلون، هذه اللي خص الناس يعرفوها. الناس ما عارفينش اشنو تياكلوا، كيشري واحد الماده لونها اصفر حلوه كياكلها ولكن ما عارفش اشنو كان، يعني هنا كي ربما كيتوهم حاجه طبيعيه، ولكن يعني باش ما نكثروش على المستمع الكريم، هذا اللي كنسميوه التنوع، كل شيء نصائح كنسمعوا فيها التنويع والتنوع، كنسمعوا فيها خمس خضر خمس فواكه، هذه نصائح جاهله، انا اقول جاهله واتحمل مسؤوليتي. نعم. يعني التنويع ماشي في اعداد الخضر ولا اعداد الفواكه، التنويع هو في الموسم، الناس ياخذوا الخضره اللي خارجه في الموسم ديالها طول السنه، هذا هو التنويع اللي كنتكلموا عليه. شوف مثلا النساء ملي كيحطوا 12 صحن في 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 في, في وجبه الغداء، العاد بالهم راه منوعوا، هما نوعوا السموم ماشي نوعوا التغذيه باش ما يكونوش غالطين، نوعوا السموم علاش؟ لان غادي يلقاو خمسه ديال الاشياء مقليه في الزيت، غادي يلقاو جوج ولا ثلاثه فيهم لحوم حتى هما ما طايبينش، يعني اما دجاج مشوي اما كفته مشويه اما شيء، غادي يلقاو بعض السلطات اللي زايدين عليهم اشياء اخرى يعني بحال الخل الكيماوي ولا بحال اشياء اخرى. ملي غادي نجيو نشوفوا هذيك المائده ما غلقوش فيها تنويع، بالعكس من قبل كانت وجبه واحده جيده، اما مرقه فيها خمسه جوج خضر ولا ثلاثه ولا خمسه ولا يكونوا حتى 10، نعم، فيها شويه اللحم زيت الزيتون وفيها توابل وفيها خضر وكياكلوا بالخبز ديال النخاله. نعم، هنا كاين تنوع. حتى الا كانت الماكله ديال الدار وعرفناها وعرفنا اش كناكلوا كنشريو الخبز من الزنقه. هذا هو المشكل، وهذاك اللي كنشريو راه ماشي خبز، واخا سميتو الخبز. نعم. يعني تكلمنا عليه، راه خصصنا عليه يعني اسبوع كله خصصنا اسبوع كله للخبز، يعني الناس اللي كيشريو غير يقضيو بداك الشيء وصافي، لان الخبز ماشي هو هذاك، الخبز هو بالنخله وكيتدلك باليد وكيكون بالخميره البلديه. واخا يبقى حتى الغدا مسخنوه. نعم، يبقى حتى ثلاث ايام ما يخسرش، الا كان الخميره الحامضة ما يخسرش الخبز. فهذه التحولات يعني باش نختموا، هذه التحولات اللي مع الاسف الشديد صعيب، الناس ولاو خدامين الله يكون في العون، يعني النساء عندهم جوج ولاد ولا ثلاثه ولا اربعه وخدامين ما يقدروش على هذا الشيء، الله يكون في العون. نعم، ولكن هذا واقع، على الاقل الناس يعرفوه، وملي كتكون عندنا الفكره كيكون كيولي عندنا مشروع، الى الناس سمعوا هذا الشيء هذا كفكره من بعد غادي يولي مشروع، معنا واش مشروع غادي يقدروا يرجعوا الاكل في المنازل ويرجعوا للطبخ في المنازل ويريحوا انفسهم، ماشي بالضروره يكون واحد 15 ماكله في 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 يعني في المائده ديال الفطور.
ماشي بالضروره. الا كان اكل واحد نظيف جيد ويكون يعني بالعكس، هما المغاربه ما يبغوش كثره التراسل بعدا، ما كيبغيوش كاع كثره الصحون. وهذه كثره الصحون راه موضه قدامت هذه الموضه، ما بقاتش. هذه الموضه كانت في السبعينيات والثمانينيات، هذه كثره الصحون على المائده. الان كثره الصحون ولات موضه يعني متخلفه، يعني الان خاص الاكل يكون نظيف ويكون اكل واحد مجموع. يعني والعاده الخطيره اللي احنا دابا هذه خمس سنين وحنا كنحاربوا فيها، ماشي غير انا، عليا دول كثيره تحاربوها. هو هذا المشكل ديال الفواكه بعد الاكل. الفواكه لي ديسير، هذه الفواكه بعد وجبه الاكل هذه اكبر كارثه. لان كل الناس اللي كيتشكاو من الغازات ومن عدم الهضم وانتفاخ المعده وهذيك الحموضه الزائده، وهذا الشيء كله كيجي من الفواكه بعد الوجبه. الا الناس تغداو، الفواكه خاصها تتكال خارج الوجبات، تكون محطوطه من اللي يدخلوا الدراري من المدرسه، الفواكه يكونوا محطوطين فوق الطابله، يدخلوا الدراري من المدرسه ياخذوا الفواكه. نعم. ولا يدخل واحد هذه الفواكه هذه ناكلوها اما قبل الوجبه او من بعد الوجبه، يعني ما تكونش داخل جميع الاوقات. نعم. غير ما تكونش بعد الوجبه الثقيله مباشره. جميع ممكن. نعم. ناكلوها حتى في الليل ممكن. نعم. نفطروا بها ما كاينش مشكل. نعم. غير ما تكونش بعد الاكل، هذه هي الظاهره خطيره. وكاين اللي عنده مشاكل غير من هذه. الى حد ما زول، الى غير زول الديسير، الى زول الفواكه من بعد الوجبه ديالو، ما يبقاو عنده لا غازات لا سوء الهضم. نعم. وهذا هو يعني كثير من الناس كيتشكاو. ربما نكملوا ان شاء الله طيله الاسبوع في التحولات باش نشوفوا يعني حتى يعني طرق الطبخ كي ولات، ونشوفوا حتى اوقات الاكل كي ولاو ان شاء الله، باش الخير ان شاء الله، باش نخليو ذاك الرصيد ديالنا وديك العادات المغربيه نحافظوا عليها، لان هي القوه ديال هذا المجتمع. نعم. الدكتور محمد السعيد، استاذ معالي الحسن الثاني للزراعه والبيت.